الفلوس وضمها. هاي الفلوس المن؟ ضمها. أريدك تعرف أبو عبد الله ذباح إيش سوى بكريستين بنت القاضي، لأن من يوم ما اختفت ما قدرت أوصل لأي معلومة عنها. اللي تطلبه يا حاج كاوة خطير جدا. أبو عبد الله إذا عرف إني أدور هذا الموضوع ما تعرف شو حيسوي بيه. ومنين راح يعرف؟ أخذ هاي الفلوس وإلك مثلها بالضبط إذا جبت لي أي خبر حلو. زين؟ يكفيني أن أعرف أنها بعدها عايشة. حالتها سيئة جداً، كانت مانعة نفسها عن الأكل والشرب. حياتها مقابل حياتك وحياة كل العاملين في المشفى. كل شيء بيد الله، احنا رح نسوي اللي علينا ونبقى مهتمين بها. لماذا لا تلبسين الزي الشرعي؟ طبيعة شغلي كدكتورة تفرض علي هذا اللبس واحنا متعودين عليه. اهتمي بها ولكل حادث حديث. تعالي امشي امشي يلا. من مخدني امشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اريد هاي السرير. هاي سعرها غالي. جيبوا لي هاي. جيبوها. السلام عليكم يا أبو عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد نفذت طلبك. بارك الله فيك يا أم الوليد وجعله في ميزان حسناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تكتفي بتأديبك لها؟ لا أكاد أن أصدق بما تفعله بها وهي حبك الأول. تحركي أسرع أسرع أسرع. تحركي إلى اليسار إلى اليسار. من هنا كفي. هنا كفي في الصف. وجوهكم إلي. يلا أسرع. انظر إلي. كفي في الصف جيدا. ارفعي هذا عن وجهك. ارفعي هذا. انظر إلي. انظر إلي. انظري. انظر إلي جيدا. انظر إلى هنا جيدا. انظري. انظر إلي. قد حكمنا بالإعدام على كل من ورد اسمه في هذه القائمة من أعداء دولة الإسلام وجنود الخلافة. عليكم أن تسرعوا في تنفيذ الإعدام. أمرك يا مولاي. هيا. أمر قاضي القضاة بإعدام المرتدين والكفرة وتنفيذ الحكم حالا، وبهذا نكون قد طبقنا شرع الله.
ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمو أبو الوليد أبي مالك؟ عمو فكوني عم ترجع لي، فكوني عمو أبو الوليد أبو زيدك بس خليه فكوني أبو زيدك، فكوني عم ترجع لي أبو زيدك بس خلي فكوني أبو زيدك. الله أكبر. تسلم إيدك وأكيد شيله. أتمنى كل طاقة تعبر بتعيش. خلي بس نوصل لأسلحة الثقيلة إلنا. ساعتها هواي أشياء راح تتغير. قومي سمحوا غير هدومك، ورات شغل هواي بالبيت. قومي شوفي الزين، أنا اشتريت شلبو الوليد لسبب واحد، إنه تحبلين وتجيبين طفل، وأوعدك إذا جبت الطفل بسرعة راح أخليه عتقك.